حب الإخراج السينمائي، متى بدأ عنده هذا الشغف في حب هذا المجال؟ والله هذه من الطفولة، كنا في البيت، الوالد شرانا كاميرا فيديو واحنا كنا صغار في ذاك الوقت في الفريج اللي احنا عايشين فيه، كاميرا فيديو شيء عود عندنا. فقمت اخذ صبيان الفريج والليهال، قمت اسوي لهم فيلم واتفلسف عليهم انا صاحب الكاميرا. فابتدت من هني، فبدا وياه الشيء لحين ما كبرت شوي وقمت احب السينما اكثر واكثر. كان عندي طموح ان يكون عندنا سينما في البحرين، بس ما يوجد سينما في البحرين. ليه سنه 90 بسام الذوات اخرج فيلم الحاجز، هني اعطاني رفع من معنويات كانت في ذاك في سن المراهقه. صادني احباط مره ثانيه لان عدم وجود السينما. بعدين اتجهت للمسرح مع عندي طلبه بحرين في الخارج، مثلت واخرجت بعض السكتشات وتوقفت وبعدين رجعت. عمر، احنا دائما ما ننظر الى الافلام القصيره اللي يتم اخراجها على انها افلام يعني بتكون في المهرجانات فقط. صحيح. وليست للعرض الجماهيري اللي ممكن تنعرض في سينما، فليش باعتقادك هذا المفهوم؟ هو مفهومنا في الخليج. الفن الافلام القصير فن جميل وفن كبير وموجود في اوروبا وفي امريكا وحتى في الدول العربيه. لكن احنا مبتدئين في الافلام القصيره، كون المهرجانات بدت غريبا في الخليج في الامارات، وكان عندنا مهرجان لصاف البحرين 2001. بس في الافلام القصيره يعني تقدر تقول 4 إلى 5 سنوات، فالمجتمع الخليجي ما عندهم ثقافه السينما او ثقافه الفيلم القصير. اتوقع مع استمراريه، لان حاليا مثلا في تونس او دول شمال افريقيا قاموا يدمجون 3 أفلام إلى 2 فيلم قصيرين، يصير فيلم طويل ويعرضونه في صالات العرض، وفي في اقبال جماهيري عليه. ولا ناس كما ذكرت؟ لا ناس، لا ناس، لانه فن جميل جدا. طيب عمر، الان يعني في سياق افتتاح مهرجان كان اللي افتتحه امس، انت يعني احد البحرينيين اللي شاركوا في مهرجان كان، شو اللي اضاف لك هذا المهرجان؟ السنه الماضيه. الماضيه نعم. هو هذه مفتاح الخير انا اعتبره. يعني الحمد لله انا شاركت تقريبا في 8 مهرجانات، بس كان هو اعتبره انا خير علي، لان الحمد لله من كان انا وصلت مهرجان وهران، وصلت مهرجان افران في المغرب، وهران في الجزائر، الاردن في مهرجان الاردن في الاردن، مهرجان القدس العربي، مهرجان العالم الاسلامي في تترستان روسيا، واخيرا اللي حصلت فيها الجائزه هي مهرجان الدر البيضاء. طبعا انا اشوفك داش ومعك درع. اي داش. اي فرصه نراوي الجمهور مشاهدين، هاي تحدثنا بس عن الدرع. هذه مؤخرا انا كنت في مهرجان دار البيضاء للافلام القصير والفيلم الوثائقي، وعرضنا الفيلم هناك، والفيلم فاز بجائزه الجمهور، وهذه اول جائزه انا احصلها. اوكي. طيب عمار، لو تحدثنا الان صناع السينما في الغرب بشكل عام، شلون ينظرون لهواه السينما هني في الخليج؟ أنا في نقطة بقولها، إحنا صحيح ابتدينا متأخرين، بس حالياً إحنا في الخليج كون الإمارات تعتبر من دول الخليج، ابتدوا قبلنا في الأفلام القصيرة، لكن حالياً إحنا الحمد لله صدق بدينا متأخرين، بس عندنا الموهبة موجودة، فقمنا ننافس الدول العربية وننافس دول الغرب، والدليل على ذلك مشاركاتنا الكثيرة اللي قاعد تصير. إحنا صدق هو بس مشاركاتنا قاعد ترفع من يعني اللي أنا كنت في المغرب مثال أعطيك. وعرضت الفيلم، فالمثقفين في المغرب الصحافه والنقاد متوقعين ان احنا عندنا سينما من زمان وعندنا صناعه سينما وذي، فلما قلنا لهم احنا في البدايه استغربوا شلون عندنا هالامكانيات واحنا تونا بادين في البدايه. صح. فالحمد لله لا احنا ما نعتبر، هم ينظرون بنظره اكبر من احنا موجودين فيها. صحيح. يعني هم متوقعين احنا المستوى طبعا المستوى. بكثير. طيب. لان المستوى اللي قاعد نقدمه وايد جيد. احنا راح نواصل معك عمار، وخلنا مع مشاهدينا نشوف هذا التقرير حول فيلم الامس من اخراج بالامس. فيلم بالامس طبعا من اخراج ضيفنا الموجود معنا عمار الكوهجي. امي صادقه في كلامها، القلب اعظم كاميرا خلقها الله، كاميرا تخزن ملايين السواس، ترافقها حاسيس من الحزن والفرح. هالدنيا يا ابوك مجموعة اصوات وتمر علينا بسرعة. انت خليتيني في قلبك وانا بخليك في مكاني. اخيرا؟ خليل تعال.
خليه بس خليه بس بس خليه. إخراج عمار الكوهجي، تحدثنا عن هاللقطات اللي شفناها في فيلمك. طبعا هو فيلم من طبعا في البداية أنا أحب أشكر فريق العمل اللي اشتغل معاي كون هالفيلم بمجهود هم ما كان راح يستوي، من الكاتب الأستاذ فريد رمضان حسام توفيق، الممثلين نسيت فهد مندي فهود فهد مندي شيماء جناحي عبد الله سويد بروين كان معانا. بروين كانت تمثل دور الأم، هي أول مرة تمثل. طبعا الفريق اللي اشتغل بالكامل حتى المصورين أحمد الذوادي، الصوت حسن فزيع، إخراج عمار الكوهجي. العمل هاي عمل أنا أعتبره عمل متكامل، يعني الكل اشتغل فيه والكل تعب فيه، حتى المنتج اللي منتج محمد شويطر كان ويانا في اللوكيشن، كنا نشتغل فريق عمل، فريق عائله. يعني رايحين التصوير كنا احنا عائله واحده، متفاهمين على كل شيء، لان ربع احنا في الاساس. صحيح. وفي النهايه يطلع لك عمل نعم. مميز، وهذا اللي بغيت طيب. اوصل له. عمار خلينا نرجع لموضوع الجائزه، نبغى نعرف شنو ردود الفعل اللي صارت هناك. طبعا انا شاركت في 4 مهرجانات. انا شاركت حسب علمي كنت راجع قبل كم يوم من طبعا من كان اي 8 مهرجانات انا كنت مشارك، حضرت 4 مهرجانات. اخر مهرجان حضرت فيه هو مهرجان دار البيضاء اللي في المغرب. طبعا انا ما رحت المهرجان، طبعا الحمد لله المهرجان اللي كله حضرتهم الفيلم كان يلاقي اعجاب الجمهور وكان ينافس، وهي لله الحمد، لله الحمد. يعني في وهران كانت على وشك احصل، بس تدري الافلام ذي وذوق لجنه التحكيم، كذلك مهرجان الخليج. في وهران في كازابلانكا حضرت المهرجان، عرضوا الفيلم اول يوم، كان طبعا موجودين الناس منهم ضيف المهرجان الاستاذ المخرج الكبير علي بدرخان المخرج المصري، لقى استحسان الجمهور المغربي لدرجه انه كان لي تصفيق جدا حار. جميل. وعقبه بيوم كلموني اني اسوي ندوه تطبيقيه عن الفيلم حق طلاب الجامعه، يعني هاي اول مره انا قلت ما انا يعني وقدمت ندوه وحضر الندوه ايضا ضيف المهرجان علي بدرخان، قال انا لازم احضر معاك اشوفك زي راح تتكلم. انت الحين شفتك من ورا الكاميرا، ابغى اشوفك قدام الحين شلون تتكلم. ودعاني قال احنا عندنا السنه الدراسيه الجايه اللي بيصير ان اذا اي انه بيسوي يوم بعد ندوه تطبيقيه في جامعه في مصر في معهد العالي. نعم نعم نعم، دعاني اعطاني دعوه، وهذا كان شيء طيب. يعني انا من هنا ابتديت حسيت ان الحمد لله يمكن تقدم. يعني في ممكن احصل مره، لان دائما اروح واوصل للحظه الاخيره والحمد لله. انزين بس هالمره حضرت الندوه التطبيقيه ولاقى استحسان الجميع لدرجه ان كانوا معجبين جدا في العمل في التجربه. جميل. لان الفكره اللي انا عارضها هي لا يعني تمثل الكل. السينما انت لازم تعرف شنو شلون توصل مثلا في البحرين حق البحريني، وفي امريكا حق الامريكي. اذا انت كمخرج عرفت توصل هالمسج انت هني ممكن تحوز على رضاهم او استحسانهم. اكيد. صحيح. وهذا اللي حصلت الحمد لله. طيب. فلاقى استحسان طلاب الجامعه والحمد لله. اذا لاقى استحسان في الجامعات وعمار والجمهور أيضاً. وانا حصلت جائزه الجمهور، يعني اعتبر هذا يعني هذا انجاز نعم. كبير. نعم. عمار الكوهجي احنا نتمنى لك ان شاء الله التوفيق دائما، وان شاء الله نشوف لك افلام طويله وان شاء الله نحضر لك ان شاء الله. امنياتنا لك بالتوفيق. شكرا لك عمار. حياك الله اخوي. ومشاهدينا الكرام فاصل ونواصل خلكم معنا.